صباح الخير من معهد تدريب مهني ناعور. صباح النشاط والعمل والتميز. بصبح على كل نشمي ونشمية أردني وأردنية. مهنتك ومستقبلك مع التدريب المهني. بصب عليكم مشاهدين اليوم من العاصمة الحبيبة عمان ومنطقة ناعور تحديدا ومعهد تدريب مهني ناعور، فخليكم معنا ويا هلا. معهد تدريب مهني ناعور إحدى معاهد مؤسسة التدريب المهني التي أنشئت بهدف التوسع في إعداد القوى العاملة المدربة وتنظيم سوق العمل، حيث باشرت مؤسسة التدريب المهني أعمالها منذ عام 1977 ميلادية. معهد تدريب مهني ناعور أحد معاهد مؤسسة التدريب المهني المنتشرة في محافظات المملكة. يقوم معهد تدريب مهني ناعور بتدريب أيدي عاملة برفع كفاءتهم بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي من خلال تنفيذ برامج تدريبية نوعية محدثة ومطورة بالشراكة مع القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المحلي. نعم، وإحنا اليوم بنحكي عن تخصصات ما شاء الله متنوعة من خلال هذا المعهد المتميز. كيف بنشوف إقبال أبنائنا ذكور وإناث للتدريب والعمل أيضا ضمن هالمجالات المهنية؟ في إقبال على تخصصات التدريب المهني. ثقافة العيب تغيرت عند الشباب، بلشت تتغير، صار في إقبال، بطل يقتصر الإقبال على التدريب المهني بالصف العاشر، صار في عندنا توجيه دبلوم وخريجين جامعات، وشفتوا في المشاغل عندنا طلاب جامعة قاعدين بياخذوا بيتدرب عندنا في المعهد. صباح الخير. صباح الورد. يعني احنا في تخصص تمديدات كهربائية منزلية، تخبرنا سبب اختيارك لهالتخصص. محبة انه انا صغير كنت احب الكهرباء ودخلت في التخصص هذا عشان امارسه، ولانه الاردن بتشهد تطورات عمرانية كويسة. خبرنا بتخصصك وسبب اختيارك لهالتخصص. فني تكييف تبريد. سبب اختيار التخصص انه صنعه كويسه، وكل بيت هسه موجود بيه مكيف، وكل ما حد يستغنى عن الصنعه. قصص تميز ونجاح دائما موجودة في مؤسسة التدريب المهني من خلال شبابنا ذكور وإناث. بدي ألتقي بالنشمية هون. صباح الخيرات. صباح النور. تعرفينا بتخصصي؟ تخصص التجميل. هون أنا طبعا أنا طالب جامعة، أطمحت أني أكمل تجميل، أجلت الجامعة من أجل أطمح أكمل تجميل وأساعد نفسي، فطموحي إن شاء الله بالمستقبل أني أفتح صالون. اختيارك لهالتخصص ان شاء الله كان بناء على رغبه منك. اي ولا رغبه، فتت انا مجال برغبه وانا حاب ادخل سوق العمل. حاسه التخصص مستقبلا له فرصه عمل بسوق العمل الاردني؟ طبعا في له يعني. والتدريب هون بتراوح بين النظري والعملي؟ طبعا ناخذ اول شيء نظري بعدين نطبق عملي. بالنسبه للبناء الجاف، هو دخل السوق جديد وقديم في الدول الأوروبية، وعمالنا بندرب طلاب مع هذا التخصص بالإضافة إلى الديكورات زي ما أنتم شايفين، مركب قواطع جبسية، البناء الجاف، عمل البحرات، الإنارة. سوق العمل المحلي عماله بطلب أيدي عاملة أردنية. مهندس، يعني ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم العافية. بعد هالجولة في مرافق ومشاغل هالمعهد، شفنا تجهيزات طيبة، شفنا إقبال جيد من أبنائنا ذكور وإناث. حابين نوجه رسالة من خلال حضرتك لكل أبنائنا اللي بيتابعونا الآن وما زالوا جالسين في البيت. أوجه دعوة لطلاب الجامعات الخريجين وطلاب الكليات المجتمع والثانوي العام اللي لم يحالفهم الحظ بالإقبال على مراكز معاهد التدريب المهني للتدريب على المهن المتوفرة، تفتح لهم فرص عمل إلى حين توفر فرص عمل لهم في شهاداتهم الجامعية. فمنوجههم أنهم يكون في إقبال على معاهد التدريب المهني والاستفادة من الدورات التدريبية الموجودة النوعية في المعهد.
بدي أشكرك مهندس، الله يعطيك العافية. وهذه دعوة مشاهدينا لكل أبنائنا في كافة محافظات أردننا الغالي والعزيز بزيارة معاهد التدريب المهني للاستفادة من فرص التدريب المتوفرة، تخصصات متنوعة بتناسب أذواق أبنائنا وبتناسب حاجات سوق العمل الأردني. صار لازم نرجع لزملائنا في استديو برنامج يوم جديد، يوم جديد دائما مليء بالإنجازات في أردننا الغالي والعزيز. إلى اللقاء.